بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب بدء الخلق. وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. قال: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. وافتتح هذه الترجمة برواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. يفر بدينه من الفتن، دائما الإنسان يحاول أن يبتعد عن مواطن الفتن، يحاول أن يبتعد عن مواطن الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين وكما ذكر: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. يا الفرار من الفتن وعدم تعرض الإنسان للفتن. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم فتن كموج البحر، وإن تعرض لها الإنسان فهذه الفتنة من الممكن أن تقضي على ذلك الإنسان. ولا يظن الإنسان أو لا يحسن الظن بنفسه أنه يقوى على مقابلة الفتن، أو أنه يقوى أن يخرج من الفتنة دون أن يمس، ولكن دائما بيستعذ الإنسان برب سبحانه وتعالى ولا يحاول أن يتعرض إلى فتنة، سواء كانت من فتن النساء أو المال أو غير ذلك من الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العلماء دائما يقول: اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن. وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتعوذ من فتنة الفقر، من فتنة الغنى، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، يبقى كلها فتن. فالإنسان لا يحسن الظن بنفسه أنه يعني ينجو من الفتنة لو تعرض لها، ولكن دائما لجوء الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى، وركون الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى، أن يكون مقبلا بكليته على ربي، ويعلم أن مقادير الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وحده. مقادير الأمور وتصاريف ذلك بيد الله سبحانه وتعالى وحده. وكنا قد توقفنا عند رواية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل للحياة ثم نهى، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلخ حية، فقال: انظروا أين هو؟ فنظروا فقال: اقتلوه، فكنت أقتلها لذلك. قال: فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا الجنان إلا كل أبطر ذي طفيتين، فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه. فعلى ذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيات، حتى قال له أبو لبابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا الجنان. يبقى قلنا حيات البيوت اللي هي العوامر كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا الجنان إلا كل أبطر ذي طفيتين، فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوا. يبقى أمر بقتل الحيات ثم نهى عن هذا النوع من أنواع الحيات. قال أنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر، وهي العوامر. قال أيضا في رواية عن نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقتل الحياة، فحدثه أبو لبابة رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرقوا عليها، أي نضيق عليها ونمرها بالخروج ثلاثا. قلنا بعض العلماء قالوا ثلاث مرات، والبعض قال ثلاث أيام، وإن لم تخرج فاقتلوها. ثم ذكر الباب التالي، وهو باب قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. قال خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم. هنا الترجمة الأولى هي ترجمة لباب تالي بعد ذلك، ولكن لعل يعني سبق الأمر فكتب باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم. وأن الروايات التي ترد هي بشأن ذلك الأمر، هو خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن هو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأ. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عند العشاء، فإن للجن انتشارا وخطفا، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اكترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال ابن جريج وحبيب عن عطاء فإن الشيطان. أيضا في رواية عن علقمة رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت المرسلات عرفة، فإن نتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها، فسبقتنا فدخلت جحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال وقيت شركم كما وقيتم شرها. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله قال وإن تلقاها من فيه رتبة، وإن تلقاها من فيه رتبة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض أو من خشاش الأرض أو من خشاش الأرض، يبقى خشاش أو خشاش أو خشاش، قال لم تدعها تأكل من خشاش الأرض. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة. قال خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، يقتلن في الحرم. معلوم طبعا أنه من دخل الحرم كان آمنا، وبالتالي هناك محظورات في دخل الإنسان الحرم أو كان محرما، إن كان محرما أو كان في الحرم. قال خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، يقتلن في الحرم سواء كان الإنسان محرما أم غير محرم، وإن كان محرما وخارج الحرم يقتل أيضا هذه الفواسق كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحرم، دي فواسق، يبقى لا حرج على الإنسان أن يقتل أي هذه الفواسق سواء كان في الحرم أو خارج الحرم، سواء كان محرما أو غير محرم. قال الفأرة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم فويسقة، وبين أن الفأرة تضرم على أهل البيت ميتهم كما سات الروايات، والعقرب أيضا يقتل، والحدية أيضا تقتل، والغراب والكلب العقور. يبقى هذه فواسق أمر النبي صلى الله عليه وسلم
بقتلها في الحرم لأنهن فواسق. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه. يبقى خمس فواسق يقتلن في الحرم، وهذه رواية قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه. يبقى مش هيغرم، يبقى لو كان محرم يبقى في قائمة من المحظورات، إن أهل الإنسان بعمرة أو بحج في قائمة من المحظورات، هذه ليست من محظورات الإحرام، هذه الفواسق إن قام بقتلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه. العقرب يبقى ده يبقى يقتل في حال الحرم أو في حال الإحرام، والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمروا الآنية وأوقوا الأسقية وأجيفوا الأبواب وأكفتوا صبيانكم عند العشاء، فإن للجن انتشارا وخطفا، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اكترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. فإن الفويسقة أي الفأرة ربما اكترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، فلذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي صيانة للإنسان، دائما السنة عاصمة للإنسان، سواء ظهرت العلة من ذلك أم لم تظهر، ظهرت الحكمة من ذلك أم لم تظهر. يبقى لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر إرشاد، يعني أمر إرشاد ليس أمر على الوجوب، ولكن ده أمر إرشاد، فالسنة جاءت لعصمة الإنسان ولصيانة ورعاية الإنسان من الشرور والأضرار سواء في العاجل أو الآجل، وبالتالي إقبال المسلم على السنة دون أن يبحث ما الحكمة في ذلك، لماذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نهى عن ذلك. يبقى أنت عبد لله سبحانه وتعالى، والعبودية تقتضي من الإنسان التسليم، يعني تقتضي الإنسان التسليم، وما جاءت هذه الشريعة إلا لصالح الإنسان، لجلب المنافع في الدنيا والآخرة ودفع عنه المضر في الدنيا والآخرة. قال: خمروا الآنية، أي غطوا الآنية، وأوكوا الأسقية، إكاء السقاء، وأجيفوا الأبواب، يبقى غلق الباب، وأكفتوا صبيانكم عند العشاء، يبقى على ذلك إمساك الأولاد عند العشاء، أي عند دخول العشاء، عند جنح الليل إذا أمسيتم، أو كان جنح الليل كما مرت علينا الروايات، يعني مع دخول الليل، يبقى في البداية كده. وذكر هنا العلة لماذا حنكف الصبيان في هذه الساعة في هذه اللحظة، قال: فإن الجن انتشارا وخطفا، يبقى إن الشياطين تنتشر حينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مخافة أن يصاب هذا الولد بأذى، يعني خافت أن يصاب هذا الولد بأذى، قلنا أمور إحنا لا نراها ولا نعلمها إلا من جهة الوحي، فإذا ذهبت عامة الليل أو صاعم الليل يبقى فخلوا سبيلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أطفئوا المصابيح عند الرقاد، يبقى عند النوم كده لا تترك نارا في بيتك، فإن الفويسقة ذكر العلة أيضا ربما اكترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، يبقى لو كان في فأرة ممكن الإنسان ينخفها ويدفعها الشيطان حتى تأتي لتلك الفتيلة فتحمل النيران في جسدها فتطوب بالبيت فتحرق ذلك البيت على أهله. قلنا يبقى دي أمور إحنا لا نراها ولا نعلمها ولا يصل إليها الإنسان بعقله، ولكن لا نصل إلى ذلك إلا بالوحي الذي بلغنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كل الأمور دي في صالح الإنسان، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اكترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. يبقى ليه بنطفئ النار عند النوم؟ يبقى مخافة أن يكون هناك فأرة فتأتي إلى هذه النيران وتحمل النار في جسدها، فعلى ذلك تطوب بالبيت فتحرق هذا البيت على أهله، فإن فويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ليه بنكف الصبيان مع دخول الليل حتى هذا عامة الليل ساعة من الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي اللحظة التي تنتشر فيها الشياطين، يبقى مخافة أن تنال الأولاد بأذى، إذا ذهب عامة الليل أي ساعة من الليل
فخلوا سبيلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب. أن كل ده يلزم الإنسان أن يقول بسم الله، تغطية الإناء مع ذكر الله، إكاء السقاء مع ذكر الله، غلق الأبواب مع ذكر الله. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. يبقى الباب اللي هو هيوصل كده ونقول بسم الله لا يقوى الشيطان على فتحه. يبقى الذكر دايما، يبقى هذا الذكر عاصم للإنسان. يعني كما بينا لما بيطعم الإنسان الطعام يقول بسم الله فالشيطان يقول لا طعام لكم، يبقى لا يقوى أبدا أن يأكل من ذلك الطعام طالما أن العبد قال بسم الله. والناسية فتذكر في نهايته قال بسم الله أولي وآخري، فيتقي الشيطان ما طعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذكر ده عاصم الإنسان، صيانة للإنسان، يصون الإنسان من أن يسلط عليه الشيطان. ولذلك قال خمروا الأنية وأكلوا الأسقية وأجيفوا الأبواب. يبقى قلنا حتى لا يكون هناك مبيت للشيطان في بيوتنا. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خمروا الأنية وأكلوا الأسقية ذكر العلة، يعني كل دي الحكمة من ذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا مش هتبع هذا الأمر لهذه الحكمة، يعني ذكر الحكمة، ولكن أنا أتبع كعبد لله سبحانه وتعالى مأمور بالاتباع وعدم البحث. لكن كل ده يعني بيان للإنسان. يبقى قال خمروا الأنية، نخمر أنية حتى لو لم يذكر ما العلة في ذلك وما الحكمة في ذلك. أو كل أسقية، يبقى حتى لو لم نعلم ما العلة أو الحكمة في ذلك. يعني مش هنتبع لوجود حكمة وعلة علمناها من ذلك الأمر، ولكن ده أمر إرشاد، فنتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليقين الإنسان أن السنة أو الشريعة جاءت لجلب المنفعة للإنسان في الدنيا والآخرة ودفع عنه المضار في الدنيا والآخرة. يبقى فيها مصلحة للإنسان. يبقى خمروا الأنية أعلم كده عند تغطية الأنية في مصلحة لنا في ذلك، وكذلك في دفع مضرة لنا عند الامتثال، وكذلك يبقى جلب المنفعة ودفع المضرة باتباع الإنسان لشريعة رب سبحانه وتعالى ولهذه الأوامر التي ساقها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت أمور أمر على الوجوب أو أمر على الندب والاستحباب أو أمر إرشاد، يبقى إحنا نتبع. فلذلك قال خمروا الأنية وأكلوا الأسقية. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لماذا قال لنا ذلك، فهناك ليلة في السنة ينزل فيها وباء من السماء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا ونزل فيه من ذلك الوباء. فده وباء. رواية عند الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحكمة من ذلك، لماذا أمرنا بتغطية الأنية وإكاء الأسقية. يبقى على ذلك ليس لوجود حشرات أو غير ذلك كما يظن البعض، لا، ده في ليلة في السنة ينزل فيها وباء من السماء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا ونزل فيه من ذلك الوباء. وكما قال الإمام النووي رحمه الله هذا الوباء يفضي غالبا إلى الموت. يبقى ده عصمة للإنسان من الهلاك. يبقى ده وباء حتى لا تصاب بذلك الوباء. المطلوب يبقى تخمر الأنية وتقول بسم الله، أيضا توكل الأسقية وتقول بسم الله، حتى لو يعرض الإنسان عليها عودا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ترى إحكام الغطاء، لا ده حتى بس تعرض كده عود سواك أو غير ذلك تقول بسم الله. فبسم الله بسم الله عاصمة للإنسان دافع على هذه المضرة. وكذلك غلق الباب أهم فيه هو أن تقول بسم الله، يبقى لا مبيت للشيطان عند ذلك. أيضا الإنسان لما يضاجع أهله يقول بسم الله، اللهم جنبنا ورزقتنا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، على ذلك الشيطان لا ينكح مع الإنسان ولا يضاجع مع الإنسان. الشيطان بيحضر كل حالة الإنسان عند الطعام عند الشراب وهكذا. يبقى إزاي ندفع الشيطان؟ يبقى بذكر الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت المرسلات عرفة فإننا نتلقاها من فيه
قال فإن لتلقاها من فيه رتبة. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أنه أخذ 70 صورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لو يعلم أحد يعني عنده علم زاهد لراح إليه ابن مسعود. يعني لا ترى عند الصحابة لا كبر ولا استطالة، ولكن كان التواضع لعلمهم ومعرفتهم بكلام ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك لو يعلم أن هناك من هو أعلم منه لراح إليه ابن مسعود رضي الله عنه. وأنه أخذ 70 صورة من في النبي صلى الله عليه وسلم تلقاها، فكما يقول نزلت والمرسلات عرفة، فإن لا تلقاها من فيه، ما فيش وسطه من فيه. قال إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحياة، فسبقتنا فدخلت جحرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها، وقيت شركم أي إن هي فلتت بنفسها فلم تقتل كما وقيتم شرها. لا نعلم يعني ممكن أساسا يعني تأتي بمضرة على أي إنسان قام بقتلها وغير ذلك، فأنت وقيت أيضا الشر. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تقدم لها طعاما ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، من النبات اللي في الأرض يعني. فعلى ذلك هتعذب هذه المرأة، نعم، لأنها تسببت عمدا في قتل هذه الهرة، يعني تسببت عمدا، وبالتالي يبقى ده الهرة دي حيوان، ولكن يعذب الإنسان بتعذيب الحيوان إن كان هذا حيوان غير مهضور الدم، كان يقول حيوان محترم أي غير مهضور الدم، محترم يعني غير مهضور الدم، وده إنسان محترم أي غير مهضور الدم، مش اللي هي محترم يعني باللغة العرفية عندنا، ولكن أي غير مهضور الدم. وبالتالي يبقى هذه الهرة لم يأمر الشارع يعني بقتلها، غير الكلب العقور أمر الشارع بقتله، يبقى ده غير محترم، ده مهضور الدم، لكن دي الهرة لم يأمر الشارع بقتلها. هذه المرة حبست هرة حيوان ولكنها لم تقدم له طعاما ولم تدع هذه الهرة لتأكل من خشاش الأرض مما كان موجودا في الأرض، فعلى ذلك تعذب في النار بسبب هذه الهرة. يؤاخذ الإنسان بذلك، يؤاخذ الإنسان بعرام أنه حيوان ولكن هو لم يأمر الشرع بقتله. وهذه المرأة تعمدت قتل هذه الهرة بربطها ومنعها من أن تقدم لها طعاما أو تتركها لتأكل من الطعام الموجود في الأرض. ثم ذكر رواية عن الأعرج رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازها أي بمتاعه فأخرج من تحتها تحت الشجرة، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة اللي اعتدت، لكن لما حرق بيت النملة يبقى دي فيها أساسا مجموعة من النمل، هو ده لم يتعدى عليه، هذا لم يتعدى، دي مسألة حكم قتل الصائل أي المعتدي، يبقى هذه نملة اعتدت فيقتلها، لكن ما عدا ذلك فهل نملة واحدة اللي هي لدغته، يبقى اللي هي أساسا وصل من خلالها ذلك الأذى، فهو ده الذي يقتل، يبقى ده حكمها حكم الصل. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل، نهى عن قتل النمل وقال أنها أمة من الأمم المسبحة، نهى عن قتل النمل وعن قتل النحلة، وبالتالي قال أنها أمة من الأمم المسبحة. ممكن إمتى يقتل النمل؟ النملة التي اعتدت على الإنسان فنالوا منها الأذى، يبقى ده الذي تقتل. طب باقي النمل يبقى لا، يبقى نملة كده يبقى صعد على جلد الإنسان قرصت الإنسان لدغته، يبقى دي تقتل يعني دي اعتدت،
طب غير ذلك من النمل، قد ذر الإنسان ذلك النمل يسير على الحائط، يسير على الحائط، وبالتالي بقى فيه كده نقوله مبيد لقتل النمل. نقول ده قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قطع نهى عن ذلك. قلنا امتى الكلام ده؟ يبقى النمل الذي يعتدي اعتدى على الطعام على كذا، يبقى النمل الذي اعتدى هو الذي يقتل، لان ده حكم الصائل. اما عدا ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. قال نزل النبي والانبياء تحت شجره فلدغته نمله فامر بجهازه فاخرج من تحتها ثم امر بيتها فاحرق بالنار فاوحى الله اليه فقال لها نمله واحده. عتب الله عز وجل على هذا النبي، عتب على هذا النبي حتى لما يعني تقتل النمله التي اعتدت يبقى لا تقتل بالنار. مرت الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب النار الا رب النار، وبالتالي نهانا يبقى ان نقتل بالنار. يبقى طب ده اساس النبي وقتل او حرق بالنار، وان الله تعالى لما عاتب عليه ان هو لم يعاتب عليه لانه حرق بالنار، ويبقى دي كانت في شريعه من قبلنا وشرع من كان قبلنا شرع لنا، الا اذا اتى في شرعنا ما يبطل هذا الامر. فجاءت الشريعه بالمنع من استعمال النار في القتل، وكذلك ايضا نهى عن قتل النمل، نهى عن قتل النمل الا النمله المعتديه كما في هذه الروايه. يبقى الكلام اساسا عن حيوان وعن حشره، يبقى دي حشره، النمله دي حشره، ومع ذلك عتب الله عز وجل على هذا النبي لما قتل هذه الحشره ومن معها. يبقى لما قتل هذه الحشره ومن معها، هل النمله الواحده التي اعتدت يبقى لا يعاتب لو قتل نملة المعتدية، لكن هو قتل من حولها، قتل بحرق ذلك البيت. يبقى في شرعنا عدم استعمال النار في القتل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعذب بالنار إلا رب النار، وكذلك نهى عن قتل النمل فإنها أمة من الأمم المسبحة. يبقى دي امرأة دخلت النار في هرة، وأيضا هذا نبي عتب عليه ربنا سبحانه وتعالى بتحريق لبيت النمل، يعني كأنه في من لم يفعل ذلك الأمر، فهل نملة واحدة يبقى التي اعتدت يبقى لا حرج في ذلك. وتأتي الروايات أيضا تتكلم عن أمر هذه البغية من بغايا بني إسرائيل التي ساقت الكلب، وكيف أن الله سبحانه وتعالى شكر لها وغفر لها. حيوان يعني ده حيوان ولكن غير مهضور الدم، يبقى ده كلب مش كلب عقور، فلما قدمت له ذلك المعروف شكر الله عز وجل لها ذلك الأمر. قال بعد ذلك باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. وهذا هو آخر الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب بدء الخلق. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. يبقى كيف نتصرف؟ قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس رقي يلهث قال كاد يقتل العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن سفيان بن أبي زهير أنه سمع رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قراد. فقال السائب: أنت سمعت هذا؟ السائب بن يزيد الذي سمع من سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه. فقال السائب رحمه الله: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذه القبلة. قال: إذا وقع الزواف شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحي داء وفي الأخرى شفاء. هو ترجم هذه الترجمة من خلال الرواية الأولى، كما الترجمة السابقة: خمس من الزواف فواسق يقتلن في الحرم. وعلى ذلك قلنا مع أن ذكر روايات، يعني روايات أخرى لا تندرج تحت هذا الترجمة، ولكن يعني افتتح هذه الترجمة برواية تدل على هذا المقصود أو تلك الترجمة. هنا أيضا: إذا وقع الزواف شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحي داء وفي الأخرى شفاء. ذكر الرواية الأولى التي افتتح بها، فسمى الباب بتسمية هذه الرواية الأولى. قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع. يبقى لو وقع الذباب كده، ذبابة سواء بقى الذبابة أو اللي هي الأشياء، نحلة، بعوضة، غير ذلك، ماذا نصنع؟ يا ترى هنسكب يعني هذا الشراب أو هذا الطعام؟ هيتنجس بذلك؟ لا يتنجس، ولكن بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون تصرف الإنسان. يبقى الشراب باقي على طهارته والطعام كذلك، لكن ماذا نصنع؟ فنغمس. يبقى الذبابة وقعت كده في الشراب، فإحنا نغمس الذبابة ثم نقوم بنزعها وإلقائها ونطعم هذا الشراب أو هذا الطعام. وإيه السبب إن إحنا نغمس ذلك؟ يعني هي لما وقعت يبقى لم تموت في هذا الشراب، لكن غمسناها فماتت. إيه ترى الدافع لذلك؟ كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن في إحدى جناحي داء وفي الأخرى شفاء. يبقى لما إحنا أمرنا بهذا الأمر قلنا لماذا؟ لأنها إحدى الجناحين في داء والآخر في الشفاء، يعني في العلاج المضاد لهذا الداء، ده داء، وبالتالي الجناح الثاني قال فيه الشفاء. وذكر العلماء أن الذباب لما بيقع على شيء من هذه الأشياء فعلى ذلك يعلق بجناح هذا الشيء، وقال يلتهم النصف ذلك الأمر، فلما بيلتهمه بيخرج كخارج، هو عبارة عن مضاد لهذا الداء. يبقى إزاي أحد الجناحين يحمل الشفاء والآخر يحمل داء والآخر يحمل الشفاء؟ جاي منين الشفاء؟ قال إنه بيلتهم أيضا، يعني ما وقع عليه يبقى بيحمله في جناحه، ويلتهم أيضا جزء من هذا الشيء، فلما بيلتهمه بيخرج كخارج عبارة عن مضاد حيوي، يعني كأن مضاد لهذا الداء، زي ما بيبقى فيه داء الطبيب يصف لك هذا الدواء، الدواء ده يبقى مضاد لهذا الداء. هو الذباب كده، يعني هذا الذباب. وطبعا يعني القصة دي كان عليها جدال كبير جدا وإنكار إلى غير ذلك، إنكار حتى يعني ثبت ذلك بالتجارب يعني المعملية، ثبت ذلك الأمر إن فعلا يعني تعجبوا، فرأوا أن الذباب يطعم جانب من هذا الميكروب أو الجراثيم، وبالتالي على ذلك تعالج في داخله فتخرج بعد ذلك خارج في صورة مضاد أو صورة علاج، في صورة علاج. قلنا زي ما نحن كده بتأكل يعني هذه الزور أو اللقاح وغير ذلك، يخرج عسل، يعني يخرج عسل، نقوله يخرج الخارج ده خارج، يعني يأنف منه الإنسان؟ لا، ده بيخرج عسل، والإنسان بيسعى للحصول على خارج ذلك النحل. هنا الذباب كذلك، لذلك إحنا لا نعلم يا ترى لما سقطت يبقى أنا بغمسها، عشان يبقى لو كان هي أساسا الجناح اللي هي وقعت به كان فيه الداء، يبقى الجناح الثاني فيه الدواء، تعادل. فعلى ذلك لا يضرك هذا الأمر. قد يأنف الإنسان، يعني يأنف مثلا يشرب هذا الشراب لو وقع فيه ذباب، لكن دايما اعلم أن السنة ما جاءت بمضرة الإنسان جاءت بما ينفع الإنسان، وكذلك حتى لا يفسد الإنسان الطعام ولا الشراب، ده مال، فلا تفسد على نفسك ذلك المال، لا تفسد على نفسك ذلك المال. فعلى ذلك يأنف الإنسان وقد يقدر ذلك الشيء، ولا داعي للتقدير، السنة جاءت بذلك الأمر، وجاءت عاصمة
ولصيانة الإنسان ورعاية الإنسان. فلو فعل ذلك الإنسان يفعل اتباعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر لامرأة مومسة قال: مرت بكلب على رأس رقي يلهث فقال: كاد يقتله العطش. وكما يعني في بعض الروايات دي بغية من بغايا بني إسرائيل، امرأة بتعمل كده في البغي، امرأة بتعمل في البغي أي تؤجر نفسها بمال مقابل أن يطأها ذلك الرجل. يبقى ده امرأة. يبقى احنا مر علينا الكلام أن أم دريج قالت: اللهم لا تموتوا حتى ينظر في وجوه المومسات أو العاهرات. وكانت المرأة البغي وكان عنده راعي، وأن هذه المرأة البغي قالت أنها ستمكن ابن جريج من نفسها، ولكن هي مكنت الراعي ولدت. وابن جريج لما مسح على رأس ذلك الغلام قال: من أبوك؟ قال: أبوي الراعي. فعلى ذلك قال: أبي الراعي. فقالت: اللهم لا تموت حتى ينظر في وجوه المومسات. فكذلك أيضا غفر امرأة مومسة أي امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل. مرت بكلب رأته يلهث ويأكل الثرى، يأكل التراب الندي اللي هو حول البئر من شدة العطش. فعلى ذلك نزعت خفها فوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك، فغفر لها بذلك. طبعا لما الروايات دي بنحملها يبقى هذه امرأة هي بغية من بغايا بني إسرائيل، فعلت ذلك الصنيع وأنها تابت إلى ربها سبحانه وتعالى، يعني تابت إلى ربها، يعني مش لا تظن أن هي حتسير أيضا في ذلك الطريق، يعني تسير ما زالت سائرة في ذلك الطريق طريق البغي. لا، يبقى الشاهد أن هي فعلت هذه الفعلة الطيبة، ممكن تكون دي سبب توبة هذه المرأة وإقبالها على ربها. والله تعالى يقبل توبة العبد إن تاب إليه مهما كان عظم جرائم ذلك الإنسان، إن تاب توبة صادقة لربه فالله تعالى يغفر له هذا الأمر. لكي هو بيصفها بفعلتها، يعني الوصف ده بغية من بغية إسرائيل كانت مشارة بذلك، لكن نقول إن هي تابت ربها سبحانه وتعالى. يعني سلم الله تعالى يغفر للإنسان إزاي؟ قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى إزاي إحنا بنحمل الرواية؟ يبقى على الأصول التي عندنا، يبقى هي بغية وما زالت هي في حال البغي، والله تعالى غفر لها وتركها تفعل ما تفعل. لا، يبقى الشاهد ان هي تكون تابت اما بسبب ذلك او تابت قبل ذلك، اما يكون الفعله دي سبب توبه المراه او تابت قبل ذلك، لكن لما بتوصف توصف بما كانت تفعل او بما كانت مشتهره به. فلذلك قال: فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. ربنا سبحانه وتعالى يشكر على صنيع المعروف حتى لو كان لكلب أو حتى لو كان لحيوان. والله تعالى يؤاخذ هذه المرأة التي حبست الهرة، يبقى في حيوان، وغفر هذه في حيوان. وأيضا مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا رأى غصنا في طريق المسلمين قال: أحيانا هذا الغصن حتى لا يؤذي أحد المسلمين، فشكر الله له وغفر له. يبقى نقول أفعال في مقدور الإنسان، لكن قد يلتفت إلى الإنسان قد لا ينتبه، يعني قد لا ينتبه. قضية إماطة الأذى عن الطريق يعني نقول أن الكثير لا ينتبهون إلى ذلك الأمر، لا ينتبهون. ممكن أنا بجد حفرة في الأرض فعلى ذلك أتخطى هذه الحفرة، طب ما تأتي ببعض مثل التراب أو الحصى وإغلق هذه الحفرة حتى لا يقع فيها امرأة أو طفل أو رجل كبير. حجر في الطريق نحي ذلك الحجر من الطريق. هذا الرجل نحى غصن وكان هدفه ايه؟ يعني كما بين حتى يؤذي احد المسلمين، فالله تعالى شكر له ذلك الصنيع وغفر له. فإماطة الأذى عن الطريق شعب من شعب الايمان، يعني هذه شعبه من شعب الايمان، مش هي تندرج تحت شعبه، هي شعبه مستقله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والانسان لازم يكون عنده تصور ايه الاذى اللي انا اميطه، يبقى حجر يقولوا خشبه بيها مسمار، طب قشرة موزة، يعني وهكذا. قلنا لأن الواحد لو داس على قشرة الموزة دي على ذلك يقع على الأرض، يبقى يقع على الأرض. فأنت إحسان الإنسان لنفسه لا تبخل على نفسك بالثواب، وكذلك الإحسان إلى الغير أنك أنت تزيل هذا الأذى الذي بطريق الناس. فهذا رجل نحى غصن، ماذا صنع؟ ولكن ربنا سبحانه وتعالى شكر لهم. فيش معروف يضيع ابدا، لا تحقرن من المعروف شيئا، فيش معروف يضيع. وقد يكون المعروف ده
هو سبب أن تثقل كفة الإنسان كفة الحسنات، ما أنا لا أدري أي الحسنات تثقل بها الميزان، وبالتالي إذا تطلب مني أنا ما أعرفش إيه الحسن اللي ممكن أساسا يعني أنا أستجلبها لنفسي بفضل الله عز وجل وهي التي تثقل بها الميزان، كون إن أنا ما أعرفش يتطلب مني أن أنا لا أزهد، ما أسيبش حسنة أستطيع أن أقوم بالتقاطها وأتركها هكذا يبقى تزهد، نقول ده حسنات كثيرة، ما أنا بنصلي الليل، أنا بنقرأ قرآن، أنا بستغفر بدعو، فكأن الإنسان في غنى عن هذا الأمر، لعل الفعلة دي هي التي تتسبب في غفران ذنب الإنسان، وكذلك على هذه الفعلة هي الحسنة التي تثقل بها الميزان. لذلك إحنا بنبحث عن إيه؟ عن الحسنة التي تثقل بها الميزان. لو أنت بتبحث عن حسنة تثقل بها الميزان ده تطلب منك ألا تزهد في معروف أبدا، ولا تقلل من شأن معروف، لا تحقرن من المعروف شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، وكان السبب في عدم دخول جبريل عليه السلام على النبي جره كان تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل تأخر، ثم لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا الصورة، فبحث وجد ذلك الجار وأخرجه وأمر بقتل الكلاب، ثم نهى بعد ذلك إلا الكلب العقور، أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك إلا الكلب العقور، كما بينا في الروايات خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم وقلنا منها الكلب العقور، يبقى أمر أولا بقتل الكلاب ثم نسخ ذلك، ولكنه أمر أيضا بقتل الكلب العقور، أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلا الكلب العقور. ثم ذكر أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية، إلا الكلب الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أصلا يبقى نهى عن ثمن الكلب كما مر علينا الروايات، يبقى نهى عن ثمن الكلب، يبقى لا يجوز البيع والشراء في الكلاب، ولكنه رخص لنا أن ننتفع بنوع من الكلاب، يعني كلب الصيد وكلب المشية كلب الحرث، يبقى دي كلها كلب الحراسة يبقى ننتفع بها، ولكن أيضا الملائكة يدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، يبقى حتى لو أنت بتنتفع لكن لا مبيت لهذا الكلب في بيتك حتى لا يمنع من دخول الملائكة، يبقى رخص لنا الشارع في إمساك أو الانتفاع بكلب الحرث كلب المشية أو كلب الزرع أو كلب الحراسة كلب الصيد، لكن ليس معنى ذلك أن نحصل عليه بالبيع والشراء، أننا عن ثمن الكلب فلا بيع ولا شراء في ذلك، وكذلك ألا يبيت في بيتك أن حتى لا يمنع من دخول الملائكة. يبقى قال من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية. آخر هذه الروايات رواية سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، يبقى لا كلب هو للزرع الحرث ولا كلب هو للماشية زي ما بيبقى مع الراعي، فطبعا ده هذا الكلب يفر منه الذئب ففي منفعة حتى تحفظ هذه الأغنام على أصحابها وعلى رعيها، يبقى الكلب ده له منفعة، كلب اللي هو الضرع كلب المشية وكلب الحرث وكلب الصيد طبعا وكلب أيضا الحراسة. قال من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. فقال السائب بن يزيد رضي الله عنه أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه ورب هذه القبلة. قال الكلام ده فكلام ثابت، يبقى بعض العلم قد يخفى على بعض الصحابة رضي الله عنه، نقص من عمله كل يوم قيراط ده بسبب أنه أمسك ذلك الكلب الذي لم يرخص فيه الشارع، يبقى من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط، يبقى ادي اللي رخص فيها الشارع ان كان كلب حرث كلب اللي هو الضرع اللي هو المشية كلب الحراسة كلب الصيد
ومش طبعا بتأويل إنسان يقول إن أمسك هذا الكلب الحراسة، مش مجرد هو قال أمسك هذا الكلب حراسة يبقى خلاص، لكن هو الأمر قد لا يحتاج حراسة دي، يبقى لابد إن هو لأنه في مكان لا يأمن على نفسه، يعني في مكان لا يأمن على نفسه، ليس من الأماكن اللي هي بيرتديها الناس، لكن قد يكون في مكان نائم ولا يأمن على نفسه، يبقى في الحالة دي كلب حراسة، ولكن لابد ألا يبيت عنده في بيته حتى لا يمنع من دخول الملائكة. مش مجرد قول الإنسان أنه أتى بهذا الكلب الحراسة، ده أنت عايش يعني في مكان وسط الناس، فده مكان آمن، يعني لو كان هناك شيء هيستنجد الإنسان بالآخرين، هتجد أن النجدة تأتي، لكن ده في مكان نائي، يبقى لا تأتي هذه النجدة لو نادى على الناس، إن كان هناك مكروه، يبقى يحتاج إلى كلب حراسة، يبقى كلب الحراسة الضرورة دايما بتقدر بقدرها، مش مجرد كده، بل إنسان قال ده أنا في حالة ضرورة أو غير ذلك، لا ليس بقولك، ولكن بتوصيف الشارع لهذا الأمر، هي ضرورة فعلا ولا لأ؟ هل هو فعلا يطلق عليه كلب حراسة ولا لأ؟ حتى لو كان صاحب الكلب يقول أنه ما أتى به للحراسة، اقترح هيصلح ولا لأ؟ يعني نقول الحالة ديت يبقى من وصف الشارع، صف لنا الحالة نقول فعلا يبقى جاز لك أن تمسك هذا الكلب للحراسة، لما كان نائي يخشى على نفسه ليس المكان آمن، فيبقى في الحالة دي كلب حراسة، وإلا نقص كل يوم من عمله قيراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الكتاب التالي وكتاب أحاديث الأنبياء، قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أحاديث الأنبياء، ثم ذكر أولى الأبواب باب خلق آدم وذريته، قال باب خلق آدم وذريته، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، تبي ذلك القدر، قل قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.